اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم نوع جمبري بمكرونه سباكيتي بصوص هيعجبكم قوي قوي قوي، وهنعمل حلو كمان خطير، خليه مفاجاه بعد البريك ان شاء الله. تعالوا الاول نبتدي بالجمبري وبالمكرونه بتاعتنا. انا النهارده هعمل لكم مكرونه بصوص الباستو. ايه صوص الباستو ده؟ صوص الباستو ده صوص مميز جدا لان هو سهل، غير ان هو سهل قوي وما بيتحطش على النار، مليان خضره، عباره عن ريحان، اساسه ريحان، فطبعا مفيد جدا جدا جدا. خلينا الاول نشوف مقادير اللي معانا ايه كلها ونبتدي بالصوص بتاعنا. اول حاجه طبعا لصوص الباستو انا محتاجه حزمه ريحان اخضر، وبرده الريحان ما ترموش العيدان، يعني انا هستعمل ورق والعيدان. عندي زيت زيتون، عندي 5 فصوص ثوم، عندي جبنه بارمجان، عندي صنوبر محمصاه، ملح وفلفل اسود. الصوص ده زي ما قلت لكم بيتعمل في الكبه مش بيتعمل في النار، فكل اللي انا هعمله ان انا هضيف كل المكونات على بعض، ريحان والعيدان بتاعته وزيت الزيتون، كل حاجه هنضيفها. انا حطيت الريحان بتاعي، حط الثوم. زي ما قلت لكم الميزه في الصوص ده ان هو مش بيتحط على النار، فالفايده بتفضل فيه، يعني الصوص الباستو ده عباره عن ريحان فريش، فالفايده ما بتروحش منه. انا حطيت دلوقتي زي ما قلت لكم البقدونس، وحطيت الثوم، هحط الصنوبر اللي انا محمصاه. لازم الصنوبر يبقى محمص عشان يدي طعم مدخن في الوصفه، ما يبقاش الصنوبر ناي. هحط الجبنه، انا بحب ابشر الجبنه دايما فريش، طعمها بيبقى مختلف تماما. اوكي، انا حطيت الجبنه البارمجان. لو تحبوا برضو، لو مش متوفره عندكم الجبنه البارمجان، ممكن نستعمل جبنه تشادر، بس انا بحس ان طعم البارمجان بجد بيفرق. هحط شويه زيت زيتون وهضرب، وهزود زيت زيتون بقى على حسب القوام اللي انا عايزاه. نضرب شويه ونشوف كده. الصوص خلص، بص عليه كده، الصوص بتاعي جاهز. زي ما قلت لكم الصوص ده مش بيتحط على النار، فالفايده كلها بتفضل فيه، يعني الثوم اللي فيه والريحان الاخضر، كل حاجه. انت هتتزحلق من زيت الزيتون. اوكي كده الصوص بتاعي زي ما انتم شايفين، ده القوام اللي انا بدور عليه، كريمي كده. طيب انا الصوص بتاعي كده خلاص جاهز زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نشوي الجمبري بتاعنا. انا الجمبري عايزه اشويه، وعايزه كمان شويه طعم فيه، يعني مش بس يبقى مشوي، كمان عايزه شويه طعم، فهزود شويه حاجات بسيطه كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا بس عايزه احط شويه زيت زيتون على الشوايه بتاعتي عشان الجمبري ما يلزقش فيها، لان انا مش حطاه على عيدان، انا هحطه على طول على الشوايه. انا جايبه جمبري وسط متقشر. اوكي خلينا نحط اول حاجه، انا عايزه بس النار تسخن، وكل اللي انا هعمله ان انا عايزه زي ما قلت لكم ادي طعم للجمبري، عشان لما يتحط مع صوص الباستو والمكرونه يبقى كمان هو ليه طعم خاص بيه، وما يبقاش طعم مش لايق على الباستو صوص او صوص الريحان بتاعنا. فانا هعمله بشويه ثوم وفلفل حراق وشويه بقدونس في الاخر وتشيري توميتوز او طماطم تشيري. الزيت بتاعي سخن، هنزل اول حاجه الجمبري لان انا مش عايزه الثوم بتاعي يتحرق. هنزل الجمبري اول حاجه، وهحط عليه على طول الفلفل الحراق والثوم المفروم وشويه ملح وفلفل. اول ما الجمبري يبتدي يخش في السوا هحط عليه البقدونس والطماطم الشاري. تعالوا على ما الجمبري يستوي ممكن نبتدي نحط المكرونه والباستو صوص عليها. انا بس عايزه ادي المكرونه تقريبا واحده على النار عشان تسخن مع الصوص، مش هخلط، مش هسوي الصوص. هحط نقطه زيت زيتون عشان اسخن فيها بس المكرونه، وهحط المكرونه على طول. وهنزل كمان عليها صوص الباستو واقلب.
اوكي نشوف جمبري اخباره ايه. الجمبري خلاص تقريبا داخل في السوى، ممكن دلوقتي نزود عليه الحاجات اللي فاضله، نحط له شويه تشيري توميتو. وحط له كمان شويه بقدونس. وممكن كمان اللي فاضل بقى من الفلفل الحراق. تعالوا نغرف المكرونه على ما الجمبري يخلص. انا طبعا مزوده شويه الصوص على الوش عشان يبان. واخر معلقه عندي من صوص الريحان او صوص التاستو هنزله في الاخر على الجمبري عشان كمان ياخد من طعم صوص المكرونه. بحطه في الاخر عشان ما يستويش او ما يغمقش. انا الجمبري بتاعي تقريبا قرب يخش في السوا خلاص او استوى خلاص، فممكن دلوقتي نغرفه فوق المكرونه. تعالوا نحطه بقى فوق المكرونه كده جاهز. طبعا اللي يحب يغرف كل واحد لوحده، بس انا بحس ان طعمهم حلو مع بعضه، يعني جربوهم فوق بعض او مع بعض. احط شويه من البقدونس وشويه من الريحان، وكمان احط شويه من الصنوبر المحمص. وبكده المكرونه بصوص الباستو والجمبري المشوي تكون جاهزه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الحلو مع بعض، خليكم معايا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وعايزين نبتدي نعمل الحلو مع بعض. النهارده انا عايزه اعمل لكم تشيز كيك بكريمه الليمون. تشيز كيك جديده ولذيذه وخفيفه وطعمها حلو قوي. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. طبعا اول حاجه لقعده التشيز كيك نفسها انا عندي علبه بسكوت، وعندي قالب زبده، وعندي شويه بشر ليمون طازه. لخليط كريمه الليمون عندي 2 بيضه في درجه حراره الغرفه، عندي 2 صفار بيضه، عندي 3/4 كوبايه سكر، ونص كوبايه عصير ليمون، وشويه بشر ليمون برده. لخليط جبنه او لخليط الكريم تشيز بتاعتنا عندنا 2 كوب جبنه كريمي، عندنا نص كوبايه سكر، بشر ليمونه، نص عصير ليمونه، نص كوبايه ساور كريم. للتزيين انا عندي نعناع اخضر، وعندي شرايح ليمون انا مكرملاه او محروقاه شويه على النار، وعندي بيكان وشويه فاكهه. تعالوا نبتدي اول حاجه بكريمه الليمون. بصراحه انا اول مره جربت التشيز كيك دي ما كنتش فاهمه انها معموله بكريمه الليمون، كنت فاكراها معموله عادي يعني تشيز كيك بالليمون. وبعدين لقيت في طبقه فوق رفيعه صفرة كده، دقتها لقيت طعمها حادق وحلو في نفس الوقت. بجد بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تدوقوها كريمه الليمون دي، او اسمها بالانجليزي لايم كيرد. فخلينا نعمل اول حاجه كريمه الليمون لانها لازم تبرد قبل ما نزود لها البيض، وبعد كده نعمل التشيز فيلينج بتاعنا او خليط الجبنه اللي هنحشي بيه التشيز كيك. اول حاجه انا هحطها السكر بتاعي، وهحط ليمون. انا كل عايزاه ان هما هيسخنوا على النار مع بعض، شويه بشر ليمون كمان، وهيدوب السكر. واول ما الخليط ده يدوب السكر ويتجانس هبتدي ازود البيض بالراحه، بس يكون الخليط ده طبعا مش سخن عشان البيض ما ينفعش ينزل على الخليط سخن. عبال ما الخليط ده يتضرب تعالوا نضرب البيض بتاعنا. احط البيضتين واحط الاثنين صفار. نضربهم مع بعض. زي ما قلت لكم لازم استنى صوص او خليط السكر بتاعي يبرد خالص قبل ما هزود عليه البيض.
خلينا نبتدي نعمل التشيز فيلينج او الحشوة الجبنة لحد ما السكر بتاعي يدوب. هحط الكريمة بتاعتي والجبنة الكريمي برضو، شوية من بشر الليمون برضو عشان يدي مزازة حلوة، وعصير ليمون نص ليمونة والسكر، وهضرب ده كله في بعضه. ده بس تقريبا عشان مش عايزاه السكر يتحرق، انا عايزاه يدوب جوه عصير الليمون. ابتدى يتقل اهو، هيعمل زي الشربات بس هو شربات ليمون يعني. تعالوا نضرب بقى الكريمه بتاعتنا كده، الصوص بتاعي جاهز او صوص الكريمه جاهز، وكمان السكر داب. تعالوا بقى نشيله من على النار لان انا عايزاه يبرد قبل ما انزل عليه البيض. اول ما يبرد خالص هنزل عليه البيض. طبعا انا كنت عملت معاكم قبل كده الكراست بتاعه البسكوت، فانا يعني جهزتها وحطيتها في الثلاجه. كل اللي بعمله ان انا بكسر البسكوت بتاعي جامد قوي، وبحط عليه قالب زبده تكون درجه حراره الغرفه، يعني بهرسهم جامد قوي مع بعض، وبعدين بحطهم طبقه للتشيز كيك وبدخلها الثلاجه عبال ما بخلص الصوص بتاعي والتشيز فيلينج بتاعي او حشو الجبنه بتاعي. انا عملت خلاص برضو القالب بتاع التشيز كيك، ننزله على القالب وندخلها على طول الثلاجه. انا هدخلها الثلاجه تقريبا من يعني ساعه ساعتين تكون الكريمه نشفت، عشان انا لما عايزه انزل عليها صوص كريمه الليمون ما تبقاش طريه عشان الصوص هينزل عليها ما يبوظهاش. تعالوا ندخلها الثلاجه، وعايزه ابرد السكر اللي احنا عملناه عشان كريمه الليمون، فانا تعالوا نجيب ثلج عشان نبرد الصوص شويه قبل ما ننزل البيض. انا كل اللي انا عايزه اعمله بس ان انا عايزه ابرد الشربات بتاع الليمون بتاعي قبل ما انزل عليه البيض، عشان ما ينفعش انزل عليه طبعا البيض وهو سخن. فخلينا نبرده شويه وننزل عليه البيض واحده واحده ونرجعه تاني على النار، وده هيبقى الصوص اللي هنحطه على وش التشيز كيك. تعالوا على ما يبرد، طبعا انا كنت عامله لكم واحده عشان الوقت، نزينها مع بعض بعد ما نخلص الصوص بتاعنا. دلوقتي ممكن نبتدي ننزل البيض واحده واحده، هنزل واحده واحده واضرب على طول عشان عايزاه يتقل من غير ما البيض يستوي. هو ده سر في الصوص الكريمه الليمون كله، الخطوه دي تتعمل ببطء خالص ويكون الصوص مش سخن وينزل البيض عليه بالراحه، زي ما انتوا شايفين الصوص عمال يتقل، وكمان لما هرجعه على النار هيتقل اكتر واكتر. عايزه اقول لكم كمان اللايم كريت صوص ده او صوص كريمه الليمون ممكن يتعمل ويتحط في حاجات كتير قوي، غير ممكن تعمله جالي وتحطوه على وشه، ممكن تعمله ترايفل ويتحط بين الطبقات. يعني الحلو ان هو ممكن يستعمل في حاجات كتير قوي غير التشيز كيك. انا هرجعه على النار اسخنه سنه بس يتقل. طبعا لازم افضل اضرب على طول عشان مش عايزه البيض يحصل له اي حاجه. انا الصوص بتاعي تقريبا بقى جاهز، اول ما هيغلي هشيله من على النار وبرده تاني قبل ما احطه على وش التشيز كيك. تعالوا بقى نبرده شويه، هو كده جاهز. انا الصوص بتاعي خلاص ابتدى يبرد، ممكن ننزل منه دلوقتي شويه فوق التشيز كيك بتاعتي. انا هحط شويه عليها وشويه زي ما قلت لكم في السوسيره، ده اللي يحب يزود. طبعا الصوص بيبقى خفيف شويه، ممكن عادي
هيغرق الدنيا، بس هو بجد طعمه خطير. ممكن طبعا لو عايزين تتقلوه عن كده بتسيبوه على النار وقت اطول، بس انا بحس كده طعمه اخف. عايزين بقى نزين مع بعض التشيز كيك. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الفاكهه، بالذات اختيار الفاكهه، كل واحد يختار الفاكهه اللي بيفضلها بالذات في التزيين، لان ده بتبقى كلها طبعا اراء شخصيه. بس انا بحس ان كل انواع الباريز بتليق قوي على الليمون، على اي حاجه بالليمون، عشان بيبقى فيها برضو درجه مزازه. اوكي دلوقتي ممكن احط بقى الليمون المكرمل اللي انا كرملته، مش قادر اقول لكم ريحه الليمون والكراميل تحفه، احساس مزرعه جدا. وخلينا كمان نحط شويه من النعناع الاخضر. والبيكان. واخر حاجة احط شوية من البيز. وبشر الليمون بتاعنا. وبكده التشيز كيك اللي بكريمة الليمون تكون خلصت. عملت لكم النهارده جمبري ومكرونه بصوص البيستو، وعملت لكم تشيز كيك اللي بكريمة الليمون والفاكهه. عايزاكم طبعا تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واستناكم في حلقه جديده من طعم ولون. خليكم معايا.